الخبر اللي عدنا عن مصطفى ريدر والمقابلة النارية اللي سويتها على قناته باليوتيوب. وطبعا يا حبايب سألت أسئلة، واي من عندكم قاعد ينتظر انه ريدر يطلع يجاوب على هذه الأسئلة، واللي واحد من عندها انه هي منو الحية اللي كان سبب الخلاف اللي بينه وبين ياسو، واي أسئلة صراحة كلش نارية، وش وقت وراح يتزوج ياسو. الصراحة واي بالحق فضح قصص بيها بشكل مو طبيعي. طبعا هذا كان أول ظهور إلي على قناة ريدر، فأتمنى يا حبايب ان تفجرون الحلقة مالته جيش ملك القصص باللايكات والاشتراكات على الكومنتات تتفجر. طبعا اكتبوا لنا يا حباب بالكومنتات اذا حابين نسوي لكم هجوم مقابلات ويا ريدر او مقاطع ويا ريدر. ننتقل حاليا تهجم المتابعين على قمر مار بالنسبه لساعة سبب، فسبب تقليدها البيسان باللبس. فقمر نشرت هذا الستوري نوعا ما لابسه بيها ملابس قصيره، بالستوري اللي بعده واضح انه قاعد تقلد بيسان، فكانوا ثلاثهم لابسين نفس اللبس. فهم الكومنتات صاروا يتهجمون عليهم ويقولون احنا كرهنا قمر بسبب انه قاعده تلبس قصير، فاضطرت ان هي تحذف هذا الستوري او يتهجمون على بيسان. طبعا اكثر من قلت انه قمر تعتبر بنيه صغيره عمرها 15 سنه، فان شاء الله ما تتعلم من بيسان اللبس القصير. على كل ما اكتبوا لنا احباب بالكومنتات بالتهجمة تعرضت له، هل تستحق او لا، وشاركهم بالقاعد يصير. ننتقل حاليا لبيسان تيكت والخلاف اللي صاير بينها وبين وسام تيكت. فما نشرت فيديوهات صارت تقول بها انه رجعت اني والاكس، ومن الوقت من الواضح ان قاعدين نشوفهم بالفيديوهات او بالصور ويا بعض، وهو من الاشخاص لاحظوا انه بالستوريات هم دائما حزين، خاصة بالاخص من بيسان اللي صارت تقول انه هي مريضة. طبعا الله يفيها يا رب وان شاء الله ترجع هي وسام بأسرع وقت. ننتقل حاليا ليارمار والثلاث اشياء النارية اللي صارت. فهو اول شيء نوعا ما عودتها للتيك توك، فنشرت فيديو كلش حلو راح احط لكم اياه شوفوا. قمر التيك توك كايا كايا، انت يا مصمص لايا لايا، حلوة بجنس وبادي وحلوة برضو في العباية، وحش لكم بحالو حالو من يجي في جماله. بالاضافه نوصل حسابنا بالتيك توك لل 100,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك، وطبعا ان شاء الله توصل مليون باسرع وقت. ولا تنسوني يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. بالاضافه انه هي ردت، ليش قاعده تحط مرات لايكات للمتابعين او التصاميم للمتابعين اللي تكون بها نوعا ما تهجم على قمر مار او نور مار؟ شوف الرد مالتها. بدي احكي بموضوع ثاني كمان، انه انا احيانا بفوت على التاكس عندي وبحط لايكات لكل التصاميم، فما بكون منتبه على شو عم حط، انه بحاول اتفاعل مع كل الفانز مشان ما حدا يزعل، بحاول اتفاعل مع كل الفانز مشان ما حدا يزعل مني او هيك. فاي تصميم ممكن حط عليه لايك بالغلط عادي فيكم تقولوا لي بدون ما تساوي موضوع كبير. اوكي، والشي اللي بعده انه يارمار التقت ويا ايمو مار. نزلت على حسبها بالانستغرام شوية ستوريات انت تلتقي بها ويا ايمو مار، صار حديث كلش حلو احط لكم يا شوفوه. مرحبا ايمو نص الصين، هلو شوكتين زعلان مني كتير. ليش ايمو زعلان مني؟ لاني زرتت لك صوت في الاخر واتساب، شفتي ما كلمتيني. طب كان كانت وقت عسل طايره نسبيه شفتي؟ لا كان كانت بيصدقوا. لا والله لا، بس كنت مشغوله كتير والله. انا كذاب كثير ايمو، كذاب دائما بيجي لعنا على البيت ومدري شو. هلا لاني ما رديت عليه مره واحده هيك عمل ايه؟ لانك تايره نسبيه. جماعه كونوا جاهزين بكره على الساعه 4 حنزل لكم فيديو بجنن خرافي خرافي. بجنن اثنين مقرف بشكل. احنا اللي قرفنا منه، اما هو الفيديو كثير. واخر شيء نختم بيارمر وهو قصفها الناري القمر مار. نشرت شوية ستوريات تقول بها انه هي لو تريد تشتهر على تيك توك كانت نشرت هواية، وبنفس الوقت صار تقول انه انا عكست بعض العالم اللي يشتهرون ويخافون يسوون مشاكل ويا اشخاص عمود غيرهم ما يزعلوا. هي تقصد قمر مار انه نور مار يزعل معدها، واحتفتها مهم من الستوري شوفوه. ما علي عم بيقول لي انه اللي قاعدين عم يحكوا انه يارا ما عم ترتفع على تيك توك ومدري شو، انا ما بدي انزل على تيك توك لحتى ارتفع، ولا مشان المشاهدات اصلا لحتى انزل لارتفع فيه. لو بدي ارتفع بالتيك توك كنت كل يوم نزلت لكم فيديو تيك توك وكل يوم عملت. اني انا لو بدي انشهر على تيك توك او بدي جد انشهر ومدري شو، لا انا ما بدي انشهر. انا عاجبني كثير الاعداد اللي عندي، مبسوطه كثير بالعالم اللي بيحبوني عن جد، مو لاني ما تركت هذا ولاني عملت مع هذا ولاني سويت مع هذا، لا بالعكس مبسوطه كثير مع فاناتي، كثير بحبون وهنا كمان كثير بحبوني ومبسوطه بدعمون هذا. بس والله يا حبايب انه صارت المقطع عجبكم، لا تنسون المقابله مع ريدر بالوصف، الكل الكل يفجرها يا حبايب، الرابط بالوصف. وبس كانكم فايزين مقاطع من القصص، مع السلامه.